انتوا كلجنة علمية هل اوصيتم في اي لحظة من اللحظات في المرحلة اللي احنا فيها بالاغلاقات؟ لانه احنا مش عايزين نقفل، واكيد الحكومة مش عايزة تقفل، ومش عايزين نقفل لانه اكل عيش الناس وحياتها، وعايزين نحدث توازن. دايما بنتكلم عن التوازن الدقيق ما بين صحة الناس وبين اكل، وبين اكل عيش، يعني اكل عيش الناس والاقتصاد. تمام. انتوا بتنصحوا في اي لحظة من اللحظات، او امتى هتنصحوا بالاغلاق؟ شوفي حضرتك، احنا يعني احنا مش هنخترع حاجه عندنا ومش موجوده عند بقيه العالم. العالم كله خرج علينا وقال يا جماعه احنا باي حال من الاحوال لن يكون هناك اغلاق، خصوصا على مستوى التعليم. المراحل بتاعه التعليم مش هيتم فيها الاغلاق، لكن يمكن نقدر نخفف عدد ساعات التواجد في الاماكن. يعني مثلا انا لو عندي ابن وبيروح المدرسه، كان بيروح مثلا 3 ايام اونلاين، او على بيروح 3 ايام المدرسه ويومين في البيت اونلاين على النت، لا ممكن اخليهم العكس، اخلي 3 ايام يبقوا في البيت واثنين مثلا في المدرسه. يعني ممكن اخفف التجمعات لكن مش هقدر الغيها. زي ما حضرتك متفضله مشكوره قلت ان انا مش ههرب من خطر محقق الى خطر غير محقق. يعني انا الراجل اللي انا هقول له اقعد في بيتك ده هيموت من الجوع، لكن هو بيقول لي انا هنزل واشتغل، يا تجيني كورونا يا ما تجينيش، ولو جت ممكن اعدي او ما اعديش. طب دكتور، بما يتعلق بقى باللقاحات، بتدرسوا ايه؟ هل درستوا اللقاح الصيني؟ هل درستوا اللقاحات اللي موجوده في العالم، سواء فايزر، بايونتك، استرازينيكا لسه ما قدمش ورقه طبعا، الروسي، سبوتنيك، يعني العالم كله، الدول بدات ان تعلن عن اللقاحات التي ستستخدمها. احنا بقى في مصر، دراساتكم في اللجنه العلميه بتقول ايه؟ طيب مدام لميس، انت حضرتك سالتي دلوقتي سؤال شائك، كويس. هاي. احنا اشتركنا في بعض تجارب اللقاحات، خصوصا اللقاح الصيني. هاي. لكن انا يعني انا كلجنه علميه ولا كدكتور محايد؟ لا، كلجنه علميه هنا يا دكتور. كلجنه علميه احنا بنقول اللقاح الصيني محضر بطريقه معتاده اعتياديه، اللي هي واخد فيها الفيروس وبيضعفه وبعد كده بيحقنه، دي طريقه امنه تماما. لكن هناك تساؤل، ما هو؟ هل نسبه الاجسام المضاده اللي بتتكون بتقدر تحميني من شر الاصابه بالكورونا؟ الاجابه لا اعلم. هل نسبة الأجسام المضادة اللي بتتكون بتحميني الست شهور ولا السنة ولا الشهرين ولا الخمسة؟ الإجابة لا أعلم، لا أنا ولا غيري. أيوة. إحنا قصينا الوقت زيادة عن اللزوم، لكن دي مش دعوة لعدم التطعيم، لكن إحنا بنقول لا نعلم والعالم كمان لا يعلم. طيب يعني إذا لسه النتائج ما خلصتش، ولا هتكملوا تجاربكم قبل ما تعلنوا قراركم النهائي يا دكتور، ولا إيه؟ إحنا في عندنا نقطة يا مدام لميس، إن إحنا بنقول في حاجة اسمها استخدام طارئ. يعني أنا لو بتكلم على التسلسل الطبيعي لإنتاج فاكسين آمن وفعال، ونحط خط تحت كلمة آمن وفعال، أنا محتاج على الأقل سنة ونص من تاريخ بداية الجائحة. تمام؟ طيب انا دلوقتي الجائحه دي كانت في اخر 12، واحنا دلوقتي في اخر 12 اهو، يعني مر عليا سنه، يعني مستني 3 4 شهور كمان اقدر اقف على ارض صلبه واقول يا جماعه الفاكسين امن وفعال. ده بالنسبه دلوقتي بالنسبه لكل الفاكسينات يا دكتور، ولا بالنسبه للفاكسين اللي انتوا بتدرسوه؟ احنا عندنا درايه كامله يا مدام لميس على جميع الفاكسينات، ومتعاقدين مع جميع الانواع. وعايز اقول لحضرتك ان اللقاح الصيني يعتبر بالنسبه لي انا اامنهم واضمنهم، لان تم تحضيره بالطرق المعتاده. اللقاحات الثانيه زي ما حضرتك تفضلتي مشكوره عن اسمها سيادتك، وانت بتقولي حضرتك ان نسبه التبريد تتراوح من ماينس 20 لو كان موديرنا، ماينس 70 لو كان فايزر بايونتك. صحيح. ودي طبعا بنيه تحتيه خطيره يمكن تكون متوفره في بعض الاماكن وغير متوفره في الاماكن الاخرى. فاحنا الانسب لينا حتى هذه اللحظه هو اللقاح الصيني، لكن مدى الامانيه ومدى الفعال، ان هو يكون فعال من عدمه، هو فعال وبيكون اجسام مضاده، بس احنا لسه الدراسات غير طيب كافيه، غير كافيه طبعا، الوقت قصير. طب ماذا عن استرازينيكا وسبوتنيك؟ تمام. استرازينيكا الفاكسين بتاعهم تم تحضيره بطريقه
برضو الى حد ما قريبه شويه من موديرنا، بس مختلفه في طريقه تكوين الجزيء اللي هيخلي الجسم يثار ويكون قصاده اجسام مضاده، لكن فيهم نوع الامان من ناحيه الحفظ، درجه الحراره من 2 ل 8 ودي درجه حراره الثلاجه العاديه، فنقدر نحفظه ونقدر نديه. لكن القضيه الكبرى في الفاكسين لما بتكلم عليه الامان والفاعليه، الامان والفاعليه